اليوم الخميس 24/10 تعرضت عدة مناطق في شرق حلب في ريف حلب الشرقي لقذائف صاروخية مصدرها مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية. هنا في مدينة الباب في هذا المكان وقع أحد الصواريخ وتم إسعاف 3 مصابين من قبل فرقنا إلى المشافي القريبة، وما زالت فرق الدفاع المدني في جميع المناطق تعمل على تفقد أماكن سقوط هذه الصواريخ. ليس هناك إحصائية أولية لعدد الإصابات نتيجة استهداف هذه المناطق. مصدر القصف هو مناطق سيطرة قوات النظام ووحدات سوريا الديمقراطية.